الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. Islami uskonnon on kolme rappusta, kolme kerrosta. الدرجه الاولى الاسلام. Ensimmäinen kerros on islam usko. الدرجه الثانيه الايمان. Toinen kerros on iman. الدرجه الثالثه الاحسان. Kolmas kerros on ihsan. الدرجه الاولى الايمان الاسلام. Ensimmäinen kerros on islam. اركان الاسلام خمسه. Siinä on viisi pilaria. الركن الاول. Ensimmäinen pilari. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Todista, että ei ole muuta Jumalaa palollisen arvosta kuin Jumala. وأن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Ja todista, että profetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam on viimeinen profetta. إقامة الصلوات الخمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم. ركوز بيسي ركوز بيسي كرتا بايبسا. صلاة الفجر. عام ركوز. والظهر. بايب ركوز. والعصر. إيضا ركوز. والمغرب. ركوز. والعشاء. نعم. وإيتاء الزكاة. المغرب. والصوم شهر رمضان. باص. وحج بيت الله الحرام بمكة للمستطيع. بهم بالوس حج حجناي كمان. أركان الإيمان ستة. إيمانين بلاريت أو كوسي. أسكن تمستو. الأول. أنزيم. أن تؤمن بالله. أسكو التعلم أسكو يحتاج يمان. الثاني الإيمان بالملائكة عليهم السلام. أسكو هن إنكره إنسا. الثالث الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. أسكى يملان لهت من كريهين. الرابع الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله. أسكى يملان لهت من بروفيتوي. الخامس الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. أسكى أتى يملان طلع هرك تمام ميدا تومي بايمان. السادس والأخير الإيمان بالقضاء والقدر. أسكوا يملان كهتلون. ميلان كهتلون. نعم.